أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالات مكثفة مع نظرائه وعدد من المسؤولين الدوليين للعمل على وقف التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي بيان أشارت وزارة الخارجية إلى إجراء شكري اتصالا مع جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، تناول التطورات الخطيرة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي. وخلال الاتصال أكد شكري على أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس في جميع الأطراف لما ينطوي عليه من مخاطر وخيمة.